التلفزيون الوطنية على إتاحة الفرصة لي لإطلاع المواطنين أو تحسيسهم حول وجود هذا القانون. فهذا القانون أتى استجابة لالتزامات موريتانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان. فموريتانيا صادقت 1988 على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، وصادقت سنة 1990 على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصادقت سنة 1999 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذه المواثيق الدولية الثلاثة تنص على إلزام موريتانيا بإصدار تشريع يجرم الكراهية والعنصرية وما شاكلها. إذن ولا هناك فراغ قانوني إلى أن صدر هذا القانون، هو القانون رقم 023/2018 صادر بتاريخ 21 يونيو 2018، ليملأ هذا الفراغ. كان قد سجل قبل ذلك على خارطة الطريق الوطنية ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان. هذا القانون تضمن كما أورد التقرير أربعة فصول أساسية. الفصل الأول يتعلق بالأحكام العامة بشقيه، شق التعريفات وشق الإجراءات المؤسسية. الثاني يتعلق بالجرائم العنصرية. الفصل الثالث يتعلق بجرائم التمييز، وأخيرا الأحكام الختامية. من ميزة هذا القانون أنه أتى بتعريفات محددة حتى لا يكفر التأويل حولها. عرف التمييز، عرف خطاب الكراهية، وعرف الجماعات ذات الهوية المحدودة. إن سمحتم لي سأستطرد قليلا حول التمييز. عرفه بأنه يقصد به أنه أي تفريق أو تهميش أو تقييد أو تفضيل يهدف أو يمكن أن يهدف أو يفضي إلى تخريب أو عرقلة أو الحد من الاعتراف أو التمتع أو منع ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار من المساواة وفقا للشرع الإسلامي. خطاب الكراهية عرفه بأنه يقصد به التصريحات العامة التي تهدد أو تهين أو تحط من شأن مجموعة معينة أو تحتقرها بسبب الانتماء العرقي أو اللون أو الأصل الإثني أو على أساس الجنس أو الإعاقة أو الجنسية. عرف الجماعات ذات الهوية المحددة بأنها كل جماعة تتميز بلونها أو انتمائها العرقي أو انتمائها الإثني أو جنسها. هذا ما يخص تعريفات. السيد الوكيل، هل من نماذج أو أمثلة حية يرفضها هذا القانون؟ هذا القانون نص على تجريم 16 جريمة. 5 جرائم الأولى تتعلق بجرائم العنصرية، 11 جريمة الأخرى تتعلق بجرائم التمييز. منها على سبيل المثال منع التمييز في أداء الخدمات العامة، أي تمييز في إطار الخدمات العامة معاقب. عاقب التمييز في العمل على أساس العرق أو اللون أو حتى الإعاقة والجنس. مثلا فيما يتعلق بالاكتتاب أو ما يتعلق بالفصل، لا يمكن ولا يجوز أن يتم الاكتتاب أو يتم الفصل على أساس الإعاقة على سبيل المثال أو على أساس الجنس امرأة من ذكر. من الأمثلة كذلك والنماذج، التمييز الذي يقوم به الموظف العمومي والذي أفرد له مواد خاصة، حتى أن الموظف العمومي يعاقب على عدم التبليغ عن محاكاة توقيعه الذي ترتب عليه تمييز. هذه نماذج أساسية. سيد الوكيل، إذا اتجهنا إلى آليات التطبيق، ماذا بشأن آليات التطبيق؟ آليات التطبيق هو قانون كأي قانون نافذ في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وهو أصدر في الجريدة الرسمية رقم 1419 بتاريخ 15 أغسطس 2018. القانون عندما يصدر في الجريدة الرسمية يخاطب به العامة، يصبح كل مواطن وكل مقيم على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية ملزم بتطبيقه، ملزم بالإبلاغ عن كافة مخالفاته، والضبطية القضائية ملزمة بفتح تحقيق وإشعار النيابة بكل مخالفات لهذا القانون. علاوة على ذلك، النيابة العامة لدى المحكمة العليا في الأيام الماضية أصدرت تعميما حول تفعيل مجموعة من النصوص من بينها هذا القانون، طالبت وكلاء الجمهورية بالعمل على تطبيقه بكل صرامة. هل من كلمة أخيرة سيد الوكيل في هذا الإطار؟ الكلمة الأخيرة هي أنني أوجه إلى ضحايا هذه النوع من الأفعال
أن يتجنبوا ردة الفعل، لأن في هذا النوع من الجرائم عادة ما تكون ردة الفعل مشابهة للفعل في حد ذاته، لأنه فعل الكراهية، فعل العنصرية، ردة الفعل قد تكون إلى حد ما مشابهة. ولذلك نص القانون في مادة الثامنة على أن وكلاء الجمهورية لهم الحق في مباشرة الدعوة العمومية من دون انتظار الشاكي، سواء كان ضحية أو مجموعة. إذن في هذه الحالة الدولة تجسيدا لحماية لواجبها، لواجب ملقى عليها حماية الأفراد والجماعات، تكفل وكيل الجمهورية عنهم إثارة الدعوة العمومية حتى من دون شكايتهم. إذن الضحية ليس بحاجة أن يقدم شكايته، ضحية في هذا النوع من الجرائم ما هو محتاج أن يقدم شكايته، لا كافي يبلغ، والله يبلغ أي طرف آخر، النيابة ملزمة بمتابعة الإجراءات، متابعة الدعوة العمومية من دون الحاجة لشكاية. إياك ما يعود هو رافد خطيتهم الحاسي إلى عادة مجموعة سلاسل مثالية ضحية. إذن السيد عثمان والياتمة وكيل الجمهورية في نواكشوط الجنوبية، كنتم ضيفي في هذه النشرة مرة أخرى، وجدد لكم الشكر على تلبية الدعوة والمشاركة معنا. شكرا جزيلا.